على مسافة عدة كيلومترات من محطات التعبئة تقف السيارات في طوابير طويلة في انتظار التزود بالوقود في مدينة الموصل. وفي أزمة جديدة تعاني منها المدينة بسبب قلة تجهيز محافظة نينوى بمادة الوقود، يضطر السكان إلى الوقوف لساعات طويلة في انتظار دورهم للحصول على الوقود. ساعات وراحات يقفون على البنزينخانة يلا يستلمون الحصة مالهم البنزين. بالغاز هسه احنا نشتري سوق سوداء، كل شهر نتوزع ثلاث محطات، الثلاث محطات تمسك عليها سراك وبعض الشواخ يطلعون يباتون. زين الحصة لو قليلة أو غاز ما موجود، هذا الشارع الغاز اللي يعني يشتري من الشارع هو مال بنزينخانة، شلون يطلع ينباع برا؟ مواطنون في الموصل قالوا إن متنفذين يقومون ببيع الوقود في الأسواق السوداء، الأمر الذي تسبب بنفاده من المحطات الحكومية قبل أن يتم تجهيزه أصلا. سوق سوداء موجودة أخي، من وراهم الدولة، وراهم من وراهم، من وراهم، من أكبر واحد إلى أصغر واحد وراهم، كلهم مشتركين بالشغلة ويبيعون الحصة وفضل الحصة. مواطنون آخرون أكدوا أن محطات التعبئة تمنعهم من التزود بحصصهم المقررة، فيما تقوم بإجبارهم على شراء حصصهم ولكن بأسعار تجارية. محددين يوميا 40 لتر، ال 40 لتر ما دا يعطونا اياها، كل شيء ما دا نشوف منها. يعني عيبوقونا عيني عينك. عندك البنزينخانة مال الزراعة يوميا احنا ما عندنا حصة، يقول لي تعال فول ننطيكم تجاري، الجري كان يحسب لنا اياها ب 15,000. وهكذا تستمر معاناة السكان في الموصل نتيجة التلكؤ في عملية تزويد المحطات بالوقود، فضلاً عن سيطرة المتنفذين على آلية التوزيع فيها أصلاً وانعدام الرقابة والمتابعة الحكومية لعمل تلك المحطات.